رح نباشر بأول قصة مرضية إيه اللي هي إنه امرأة عمرها 69 سنة، قصة مرضية عندها ارتفاع توتر شرياني ورجفان عيني، أحضرت فحص من الإسعاف لأنه وجدت غير مستجيبة ومسكوتة أثناء. الله يعطيك العافية حكيم، بس الصوت أبدا ما واضح. والله أنا عم أسمعكم بشكل جيد، مو سمعاني؟ أي تمام، هلأ صار واضح. يمكن بدك تعلي صوتك أو تقرب من المايك شوي بعد أمرك، لأنه يعني كتير ضعيف. طيب هيك تمام؟ أي تمام هيك، الله يعطيك العافية حكيم. يلا إذا بنرجع بنعيد القصة المرضية، امرأة عمرها 69 سنة سوابق مرضية ارتفاع توتر شرياني ورجفان زيني، أحضرت لقسم الإسعاف لأنه وددوها غير مستجيبة وبقيت مسبوتة وطلبت تنبيه، واضح لحد الآن؟ أجري على صورة رنين مغناطيسي مثل ما أنكم شايفين، هاي المنظر اللي شفناه، هاي الصورة الثانية، هون الزمن الثاني لأنه العين باللون الأبيض مثل ما قال الدكتور أحمد، هذا زمن الدفيوجن، زمن الدفيوجن اللي فينا بالحالات الوعائية، المعالم التشريحية ما بتكون واضحة لأنه الدراسة بتكون سريعة بس بتظهر بؤر توقف الجريان. فشو توجهنا لها القصة المرضية بشكل خاص؟ شو رأيكم؟ الخيارات الموجودة هي إنه هي انحلال نخاعين جسري مركزي، ستروك على مستوى الجسر، ولا جليوم على مستوى الجسر، ولا نزف على مستوى الجسر. ممكن أسمع إجابة على الشات إذا ممكن. طبعاً هو ستروك على مستوى الجسر، الديفيوجن هو أكثر شيء يحدد لنا هذا زمن الدفيوجن، يكون معالم التشريحية ما واضحة، وهون توقف الجريان على مستوى الجسر. واضح انه استرق على مستوى الجسر لانه صحابة من خلال النخاعين الجسر المركزي، وين ممكن نشوفه او وين بيتظاهر؟ بتعويض الصوديوم السريع ممكن نشوف من خلال نخاعين جسري مركزي. دائما القصه الحاده بتبعدنا عن الاورام، بتبعدنا عن الافات الاستقلابيه. تمام، هي ستروك على مستوى الجسم. في اي سؤال قبل ما ننتقل على الحاله الثانيه؟ هاي اللي ما حكاها الاسيد امام، بتكون المعالم التشريحية غير واضحة لكن بتندرس مناطق نقص الإرواء. تمام، معناته رح ننتقل، طالما ما في سؤال رح ننتقل للقصة المرضية الثانية، امرأة عمرها 72 سنة قُبلت بسبب ضعف بالطرف السفلي الأيمن، ضعف مفاجئ بالطرف السفلي الأيمن، غير قادرة على المشي بسبب الضعف الشديد بدون ألم. طبعا قصتها المرضية غير، عندها رجفان زيني ومدخنة بالشدة. إذا القصة المرضية امرأة عمرها 73 سنة عندها ضعف بالطرف السفلي الأيمن وغير قادرة على المشي، سواق رجفان زيني ومدخنة بكثرة وهاي الصور اللي راح نعرضها حاليا. طبعا دائما الإصابة المفاجئة اللي هي وبدون ألم
اللي بتميز لنا الآفات الرعاية. الآفة واضحة بالنسبة لكم؟ عم يختاروا الشباب سي، صحيح الخيار سي. دائما إصابات المخ الأمامي بتكون على حساب الطرف السفلي، دائما خزل مقابل على حساب الطرف السفلي. فأنا عندي هون اليسار هي عنده ضعف، والطرف السفلي الأيمن هون مرتسم القدم على القشرة الدماغية، فهذا بيتظاهر بالطرف السفلي بشكل مسيطر بشكل خاص. هاي المقاطع الثانية طبعا هو بحكي بتكون على جمل الفلير بالقصة الحادة، هون هاي المنطقة المحتشية على الزمن الثاني، وهاي الزمن الثاني بتكون هذا السائل الدماغ الشوكي هون في دماغ طبعا. في أي سؤال قبل ما ننتقل للحالة الثالثة؟ طيب الحالة الثالثة، رجل عمره 65 سنة أحضر بسبب نقص رؤية بالعين اليسار، وعنده قصة ارتفاع توتر شرياني ونمط ثاني داء سكري، بالفحص عنده تحدد بالمجال البصري الأيسر. هاي القصة المرضية. عندي نقص بالمجال البصري بالجهة اليسار، طبعا كل شيء إصابات بعد السبيل البصري بتعطيني عمى نصفي مقابل مماثل. هذا زمن الفلير، أي نوع القاعدية. شو الخيار هون؟ هذا الزمن واضحة، هذا زمن الديفيوجن بإصابات الدماغ الفارية، تكون معالم التشريحية غير واضحة، واضح إنه بياخذ شكل مثلثي، الاحتشاءات الدماغية بشكل عام بتاخذ شكل مثلثي، قاعدته باتجاه المحيط ومركزه باتجاه المركز دماغ. ودائما هاي منطقة إصابة المخ الخلفي اللي بتاخذ المثلث الخلفي للدماغ، وهذيك القصة المرضية اللي أخذناها السابقة أخذت لنا المثلث الأمامي. شو الخيار هون عنا؟ اللي هو إصابة مخي خلفي. تمام، إصابة مخي خلفي. دكتور بالنسبة للفيوجن بس توضيح انه شلون بيطلع الاحتجاء عليه، شلون ميزه عن تمام، هذا الدفيوجن دائما هو ما حكى عنه الدكتور أحمد بالمحاضرة. الدفيوجن ما بتظهر المعالم التشريحية واضحة، لأنه كأنك بتنقط نقطة حبر ضمن كاسة مي وتستعجل لتلقطها قبل ما تنتشر بالباقي الكاسة. تمام، فبتظهر المنطقة المحتشية بتظهر ببطء، يعني بتظهر على زائد الإشارة على زمن الديفيوجن. اللي بيميز زمن الديفيوجن اللي هو
زمن أول والمعالم التشريحية غير واضحة، يكون السائل الدماغي الشوكي أسود، والمنطقة المحتشية بتكون زائدة الإشارة. يعني إحنا بس نشبهها بأنه كأنك بتحط نقطة حبر ضمن كاسة مي ما تستنى عليها لتنتشر، مشان تلقطها بسرعة، فمشان هيك ما تظهر المعالم التشريحية. هذا زمن الديفيوجن، هو يعني حساس الإصابات الدماغية بشكل خاص بهالشكل، هذا زمن الديفيوجن. واضح؟ دكتور كأنه الرنين عندنا بالشمال ما في ديفيوجن؟ لا، في ديفيوجن، سألناهم موجودين ديفيوجن، وهي تقنية موجودة. والإس دي ماب موجودة كمان. هناك الموجودين وقادرين على أنهم يعملون هالمنظر هذا. هو هذا بفيدنا غالبا بالستوب يونت، يعني لأنه بدنا بسرعة ونحدد ونختصر وقت ممكن يعني ينعمل هذا. تمام لحد الآن؟ في أي سؤال على حالة العمل الشخصي المماثل المقابل؟ رح ننتقل للحالة الرابعة اللي هي امرأة عمرها 69 سنة بقصفة رجفان أذيني وارتفاع توتر شرياني، أحضرت لقصف الإسعاف بعد أن وجدت غير مستجيبة بمنزلها وبقيت مثبوطة وطلبت تنبيه. وكانت هاي الصورة. طبعا هون الوزمة الدماغية واضحة، عدم ارتسام البطينات، تناظر، هون في عندي دفع للخط المتوسط والنحاء للتلافيف والأسلام، وهي علامة مبكرة للاحتشاء، ونقص بالكثافة، ونقص كثافة واسع. الصورة الثانية كمان نفس الشيء، عندي اندفاع، عدم تناظر بطينات، عندي غياب للتلافيف والأسلام بالجهة اليمين للدماغ. هذا زمن الديفيوجن اللي حكينا عنه، مثل ما نكون شايفين احتشاء بتوزع المخ الأوسط الأيمن، هاي المنطقة الأمامية للمخ الأمامي، وهاي المنطقة الخلفية للمخ الخلفي، وهذا المخ المتوسط اللي بيشكل ثلثين نصف الكرة الدماغية، وعندي غياب أو مو غياب، يعني عدم تناظر البطينات بسبب الوزمة الدماغية والضغط على البطين الجانبي الأيمن. هذا بيرسم دائما ميزة الاحتشاء الدماغي، إنه بيحترم الحدود التشريحية، وقصة الحادة هي اللي بتوجه باتجاه الآفات الوعائية. هاي الـ MSA، هذا الشريان المخي الأوسط. طبعا هو احتشاء مخي أوسط تام، وهذا الزمن الثاني بيوضح حتى وجود وزمة شديدة ودفع خط متوسط والنحاء للبطين. دائما المسن بيتحمل الاحتشاء وبيتحمل النزف أكثر من الشباب، لأنه بيكون دماغه ضامر، يكون تحمله أكثر، ما بيندفع الخط المتوسط كثير. واضح الاحتشاء بشكل خاص، هون البطين مو واضح. القصة الخامسة، امرأة عمرها 74 سنة عندها رجفان أذيني، أحضرت لتقييم ضعف الشق الأيسر من الجسم مع ثقل باللسان، العلاج بمضاد استفاق الصفيحات، أو عفوا بالتي بي اي، أجريان
بلازمونيديوم المفعل. وهي الصورة، هاي زمن الديفيوجن يعني سربوا له تي بي اي، هذا زمن الديفيوجن نفس الكثافة يكون زائد إشارة على الزمن على زمن الديفيوجن. طبعا هاي اجريت مقاطع ورا بعضها، لاحظ انه تراجع الاحتشاء على زمن الديفيوجن بعد تطبيق التي بي اي، وهون كمان تراجع كمان هاي الاستدمام. طبعا هون الصور الملونه هذا برنامج وظيفي اللي بيبين لنا، هذا اللي مو متوفر عندنا، البرنامج الوظيفي اللي الفانكشن ام ار اي او اللي بيعتمد على وظيفه استهلاك الجلوكوز. شو رايكم هون؟ طبعا هو الخيار انه هون عندي احنا الهدف من دائما تطبيق التي بي اي هو الحفاظ او تقصير ما امكن من منطقه البيمنبرا اللي هي الهاله، دائما المنطقه المحتشيه اللي بتطير بالمركز بتكون احتشت وتموتت، بضل عنا الهاله اللي الهدف منها انه نحافظ على فعاليتها قدر الامكان، واللي هي ممكن تحدد لنا الانذار لاحقا، هي منطقة المينمبرا. هون منطقة واسعة للمينمبرا طبعا حسب المقاطع اللي طالعين فيها. رجل عمره 83 سنة أحضر لقسم الإسعاف، بعد 10 دقائق تعرض لاختلاجات، بعد أن تعرض لنوبة اختلاج مطولة استمرت 10 دقائق، عند الوصول كان مشوش في حالة ما بعد النوبة، بالفحص ما في ترفع حروري وعنده ضعف شقي أيسر. هاي الصور اللي شفناها، الجهة اليمين طبعا هذا الزمن ثاني، وهون العين ظاهرة باللون. دائما مريض مسن عنده تلافيف عميقة وتوسع بطينات، يعني فبيتحمل حجم الصدمة بشكل خاص. دائما هاي الإشارة دائما حول البطينات، المريض عنده داء فجوي مزمن. شو رأيكم هون؟ شو الجواب؟ طبعا هو شفتوا الفجوات حول البطينات اللي هو اقدار مزمن، و داء الفجوي اللي هو بصير على حساب الأوعية الدقيقة اللي قطرة أقل من 150 إنجستروم واللي ناتج عن تنكس هياليني بشكل خاص. القصة السابعة اللي هي رجل عمره 65 سنة أحضر لقسم الإسعاف بضعف مفاجئ بالجهة اليمين من الجسم متناسب يشمل الوجه والقدم. دائما الاحتشاء عندنا يا بده يكون سيطرة طرف عدوي، يا بده يكون سيطرة يا بده يكون متناسب بشكل خاص. القصة المرضية عنده ارتفاع توتر شرياني بضغط ضعيف وعنده فرط شحوم الدم. هاي الصور، هذا زمن الديفيوجن. لاحظين البطء ارتفاع الإشارة بشكل خاص، هذا كمان واضحة.
دائما بيتميز انه المعالم التشريحيه غير واضحه بشكل خاص. هذا الاي سي دي ماب اللي هو عباره عن زمن ثاني، هاي الاشاره واضحه. دائما المخ الاوسط بيكون سيطره الطرف العلوي، المخ الخلفي بيكون عمى شقي مماثل، المخ الامامي بيكون سيطره الطرف السفلي، بينما الاصابات المتناسبه بتكون بالمحفظه الداخليه حركيه صفر. لاحظين الاقفار المزمن عند مريض اللي عنده ارتفاع توتر شرياني غير مضبوط، هاي احتشاءات فجويه بشكل خاص ممكن تكون صامته ما تظهر الا اذا اخذت فرع شرياني. طبعا هون عنا اصابه على مستوى العدسيه للشريان العدسي اللي هو فرع العدسي المخطط اللي بيغذي النواه العدسيه والنواه القاعديه. هاي الرجل عمره 72 عام، أحضر لقسم الإسعاف باضطراب رؤية مفاجئ. بالفحص كان عنده عمى شقي أيمن مقابل مماثل مع سلامة اللطخة. وجد عنده صعوبة بالقراءة الكلمات أو رؤية الكلمات وخدر شقي أيمن خفيف. هاي صور الدفيوجن اللي هي بتميزنا الإصابات الحادة. هاي آخر قصة رح نعرضها، هيك بنكون عرضنا مخي أمامي، مخي متوسط ومخي خلفي وحتى احتشاء على مستوى النواة القاعدية، وأخذنا قصة عن احتشاء جذع الدماغ والإصابات الحادة. هالمنطقة المثلثية اللي شايفينها على زمن الدفيوجن واللي هي بوردر زون، هاي بوردر زون، هاي المنطقة الحدية. دائما عندنا مناطق حدية في الدماغ، المنطقة الحدية اللي هي بتكون بين المخ الخلفي والمخ المتوسط، والمنطقة الحدية الأمامية اللي بتكون بين المخ الأمامي والمخ المتوسط واللي هي احتشائها بيكون أصغري، واللي نتيجة بس نهايات التفرع تكون الجريان فيها ضئيل، فممكن تعطيني مظهر هذا الاحتشاء الحدي اللي أحيانا ممكن يكون في خزل خفيف، ممكن ما يكون في خزل، إصابات عينية فقط. إذا هذا الاحتشاء البوردر زون بشكل خاص. بوردر زون هاي دي، الإجابات كانت سي، لا هي دي، هاي بوردر زون، في إجابة سي. هيك بنكون عرضنا احتشاءات دماغية بشكل خاص ومختلف الحالات والقصة المرضية اللي داخلنا واللي حكينا عنها. وإذا في أي سؤال يا ريت نحكي. ممكن نعرض اللي بهم أطباء الداخلية بشكل خاص الاحتشاءات، النزوف، الأورام، ونميز بيناتهم. دائما قصة الاحتشاء بتكون يعني الآفات الوعائية دائما بتكون قصص حادة، الآفات الورمية بتكون متدرجة، يعني ممكن يكون ورم كبير بحجم احتشاء كبير لكن كبر حجم الورم ببطء بيخلي الجسم يعاوض معه ويتحمل الوزمة المتشكلة عنه لأنه بيتشكل ببطء بسيط، بينما الإصابة الوعائية بتصير المعاوضة بسرعة خصوصي إذا كان حجم الشريان كبير المحتشي. في أي سؤال يا شباب؟ إذا ما في أي سؤال بنكون هيك انتهينا إن شاء الله من محاضرتنا ومن تقال الأشعة هذه.